عندي ايرادات بخربط الظهر وعندها حوض مكسور. يعني نحن على بنقعد من ايام 10 ايام مينيموم بالمستشفى، بعدين بدنا نطلع ما فيها تسافر ياسين. يعني بكره رح نحكي بالبرايم عن ياسين، كمان بدها تقعد قد سنه ما في صراع، والاولاد كثير بحبوا بعضهم. كل سنه بتعرف انت ناس قاعدين مع بعضهم، يعني انت وامك وبيك بيت البيت سبحان، يعني صار شيء قالوا له وقالت له وقالوا له وقالت له وانتهى الموضوع. طيقت انه هي نومينيه، هي لو ما كانت نومينيه كان بس في قوانين بهالبروجرام، هي لو ما كانت نومينيه كنا كفاينا عادي. كنا شفنا ثاني جمعة هي ما قدرت تجي، كنا قلنا جمعة الثانية ما في نومينيون لأنه في عندنا طالب فل، عرفت يعني رح ينسحب مش قادر يكمل. كيف بتتكلمي على السي بي سي كلوديا؟ أنه السي بي سي طلبت استبعاد على سهيلة لأنه هاي الطريقة بتستبعدها، ما أنا يا ريت بفهم شو التهمة. يعني بس تجاوب عنا أنه طردها، أنه طرد طبعا، طرد طبعا البنت بالمستشفى وعامل عملية طردتها بأي طريقة. بكره رح يكون في فيديو لسهيلة كيف وقعت وكيف أخذوها على المستشفى وكيف رح يكون كل التفاصيل واضحة قدام كل الناس. يعني في ريبورتاج واضح قدام كل الناس، ونحن بنحترم، نحن ما ردينا وما حكينا ولا حطينا وقعة، لأنه نحن يا رودوس نحترم هالإنسان، هيدا الإنسان وعندها أهل بحبوها وعندها أصحاب، وبكره بتصير فنانة كبيرة يمكن وعندها كثير معجبين. مش حلو يعني تحط إنسان عم يوقع عم يصرخ عم يعني، مشان هيك نحن مش دغري ردينا ولا دغري حكينا، وبرضه يلي رح نحطه بكره بيوضح كل شيء وبفرج كل شيء. وعايز يعني أنا ما شايفة هون ما استنظرت يكون في أي تزمة، نحن عملنا تعاملنا مع البنت وكأنها ببلدها بين أهلها بين عائلتها، وكأنه بنت عندها عائلة حواليها تماما. كلنا كنا موجودين، حتى عملنا لازم طبيا وإنسانيا وكل شيء، والحمد لله هذا اللي بهمني رودون. خليني أخبر المستمعين كلوديا، أنت هلا نازلة عند سهيلة على المستشفى، أنا هلا تكوني حدا ومعها. أنا والطلاب كلهم تركوا الريبيتيسيون تبع بكرة الخميس، بعرف إنه في ريبيتيسيون وماريا من هون تكون عندكم، يحيى عندي ماريا وما في ريبيتيسيون يعني هلا. اكيد نحن هلا وقفنا كل شيء ونازلين، لانه هلا بتعرف عمليه عدم متوزع، يعني اليوم كان شوي هي موجوعه هلا صارت منيحه، نازلين لعندها كلنا سوا واخذين لدور ونقعد معها ونشوف كيف صارت، ورفقاتها كلهم نازلين وانا نازله والاداره كلها نازلين لتحت، والسفير على طول عم يتواصل معنا، السفير الجزائري مشكور لانه السفاره كمان لعب دور كثير حلو معنا وطمنوا على بنتهم كثير وكل شيء كان بجنن. يعني بما انه السفير الجزائري يعني كمان عم بيشرف على صحه سهيلة وعم يطمن عنها، وبما انه كلكم موجودين تحت اداره وطلاب، يعني هيدا الشيء ببين لكل الناس انه في محبه كبيره لسهيلة، وببين لكل الناس انه ما في اي اذا بدك كومبين معمول حتى نطيرها او حتى نطردها. ولو يا رودول، ما هي المشكله انه المنطق منه واضح، يعني ما عم بفهم لهلا سنه، يعني لو نحن سنه ويا رودول، ما هي المشكله انه المنطق منه واضح، يعني ما عم بفهم لهلا سنه، يعني لو نحن سنه انه قلنا لها انه عملت شيء وطردناها شو بتقول، بس انه في كسر في عمليه كيف بدنا نفرضها منطقيا؟ لكن الناس تعلمين انه لازم تبقى، وحتى لو غنت مش حلو حتى لو ما رقصت انه الجمهور يقرر انه فيها توقع. على كل حال بكره بالبرايم ببدايه البرايم في ريبورتاج الحكيم طبعا اللي على ذوي عمل العمليه رح يفسر ورح يحكي ورح يخبرنا. يعني انا بفضل اكل جنب سبته بالنسبه على انه توقف وما لازم توقف، كلهم متواجدين عند سهيلة حتى يعملوا
يعملوا الفوتاج يكون من قيمة زهيلة ومن قيمة الناس بتحب زهيلة. أكيد زهيلة رح ترجع تشارك بيستر أكاديمي بآخر برايم، رح ترجع تنضم لأصدقاء الطلاب هيدي على الأكيد. بكرة رح نشوف الريبورتاج كيف وقعت زهيلة وكيف سؤال الحكيم، وطبعا بكرة رح بيكون في كمان فيديو مسجل مع زهيلة عم تعتذر من كل الجمهور ومن كل الناس اللي حطوا ثقتهم فيها. أكيد ستكتوديا ماشيليان خاصة برنامج بخصوص هالشيء، بعرف انه ممنوع يتحكى بالموضوع، ممنوع حدا يطلع يحكي، بس لأسباب هيك في محبة متبادلة بين وبين مدام كلوديا قدرنا نمون عليها. وطبعا لأنه صوت الغد هي الإذاعة الأولى، لابد من انه تطلع السيدة الأولى، سيدة الأكاديمية الأولى على صوت الغد. ما في